بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب سنة ثالثة نبدأ حل الواجب. طبعا آخر حاجة ناخدناها كان في يونت كام؟ يونت 6، بس كان في تجميع بقى اللي هي الإيه؟ بنك اللي هو كويستشن بنك يونت 4 و5 و6. نخلص ده كله بقى. أول جملة بيقول إمبلويز، طبعا أنت عارف يعني إيه إمبلويز، نصيبك ما تكونش عارف يعني إيه إمبلويز، اللي هم الموظفين. Working for long hours، بيشتغلوا ساعات طويلة. With no breaks، بدون استراحات. Display symptoms of ايه بقى؟ عايزين بقى ناخد الكلمة دي اللي هي مرادف لكلمة ايه بقى؟ اللي هي طبعا burn out. الناس اللي بتشتغل مدة طويلة بيبقوا منهكين. دي كلها بتدي اعراض الانهاك الجسدي burn out. يبقى employees working for long hours with no breaks display symptoms، بيعانوا من الاعراض اللي هو burn out اللي هو الاجهاد العصبي والنفسي. Our boss رئيس firmly because we couldn't meet the deadline. رئيسنا عمل ايه بقى فينا؟ شكرنا لاننا ما سويناش، ما وصلناش للديدلاين، المده اللي هم كانوا محتاجين يخلصوا فيها الحاجه. طبعا مش هيشكرنا ولا بريز دي يمدحنا ولا ريسبكتد يحترمنا، لا ده هيدينا بالجزم. سكولدد عنفنا. Schools are improving. لا اله الا الله، دي مالها دي كمان. Schools are promoting. اثباتي بقى. اثباتي. Schools are promoting the importance of maintaining students. ايه؟ دايما المدارس بتعزز أهمية ايه؟ أهمية ايه؟ well behaved، حسن التصرف، ولا inheritance الميراث، ولا well being سعادة العيال. ايوه المدارس طبعا مفروض انها تعمل سعادة الايه؟ الطلبة. well being الرياء الرفاهية او السعادة. We attended a lecture. لقد حضرنا محاضرة discussing different health problems such as burnout، كالإجهاد العصبي. طبعا مش dental. dental دي خاصة بالأسنان وكده. obstacles عقبات. tabloid لا طبعا. mental health اللي هي الصحة النفسية والعقلية. is a result of excessive يعني متتالي and prolonged emotional physical and mental stress. تتابع ايه؟ الاسترس والاجهاد النفسي والعصبي. طبعا دي اللي هي البيرن اوت اللي انت فيه، اللي هو الاجهاد النفسي والعصبي في الثانويه العامه. Knowing how to prioritize your tasks. Prioritize your tasks يعني ايه؟ تدي اولويه للمهام بتاعتك. Means you have efficient، تعني انك عندك ايه؟ skills، مهارات ايه؟ كفء. يبقى انت لو بتنظم وقتك وبتدي اولويه للمهام بتاعتك وبتذاكر الانجليزي زي ما بقول لك وبتدي له اهميه يا حبيبي زي المواد الاخرى، يبقى انت عندك التايم مانجمنت اللي هي يبقى قدره على اداره الوقت يا رجل. The teacher scolded her for making noise. مدرس وبخ على عمل ضوضاء. The verb scolded is very close in meaning. لها معنى مقابل ايه بقى؟ praised، مدح. لا مش هيمدح. احنا واخدين كلمة scolded ان هي معناها angrily criticized، يعني بينتقد بايه؟ بعنف او بغضب. He as he read the bad news he gave a very angry expression. عمل ايه بقى يا عيني لما قري الاخبار السيئة؟ شارد فرح وابتهج ولا frightened خاف؟ هو بيرى الاخبار السيئه ولا سربرايزد اندهش؟ طبعا هي فراوند، قشر. He when his parents said that he couldn't go to the party and had to finish his homework instead. طبعا مش immersed انغمس في الحاجه ولا كنترول تحكم ولا سبوزد افترض، هو باوتد ضرب بوز لما والده والدته قالوا له ما فيش خروج. If you a your diet plan خطة الرجيم بتاعك وكده، you would feel less exhausted، هتحس ان انت منهك شوية. يبقى لو انت عدلت، فين بقى منهم هنا يعدل؟ انت واخد كلمة alter يعني يعدل، يبقى altered. لو انت عدلت هذه الطريقة بعدها يا باشا to remain employable، عشان تظل employable. employable يعني قابل للتوظيف او مؤهل للتوظيف. you should always، انت دايما always ايه بقى؟ your skills مهاراتك. neglect هتهمل مهاراتك. postpone تؤجل مهاراتك، ولا think تفكر في مهاراتك، ولا promote يرقي او يعزز او يدعم. he can't move he has a problem with his leg.
أظن دي مشكلة جسدية، يبقى على طول physical، لا هي chemical ولا biological بيولوجية ولا psychological نفسية. شكلك النفسية دي تطلعها بعيد عننا يا. If you start studying early for your exams، لو بدأت تذاكر بدري، ده لو بدأت you won't feel afraid and too، مش هتحس ان انت خايف ولا تبقى too stressed ولا متوتر. خلي بالك stress يعني التوتر نفسه، هو عايز الصفة relief ده هادئ، and too مش هتبقى هادئ قوي ولا relaxed مسترخي ولا stressed، stressed متوتر. عندك كلمة stress يا حبيبي، تعالى 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 تعالى، وان ما عرفتش تيجي تاني. انا بص عبد الحليم بيغني تعالى اعلمك، تعالى افهمك، تعالى تعالى تعالى. سلام. موهبه، موهبه مدفونه، مدفونة مع ناس مش عايزة تذاكر، بس كله عند الله. او مدفونة ليه؟ موهبة ظاهرة هي، ممكن نظهرها في اي مهرجان. ستريس التوتر، التوتر العصبي والنفسي. وانا بدأت اصور لك الواجب تاني على الشاشة، عشان بعضكم بيقول لك عايزين يا مستر شرح، عايزين ليه الجملة دي، مش عارف ايه، عملنا بالايباد مش عاجب، عشان نقعد في البيت ونوفر وقت، جلنا لك ونعلمك ونفهمك ونعمل لك فيديو واجب، وننزل برضو في المطرة وننزل في التراب وننزل يوم اجازتنا، ان يعني انت بتبقى بني ادم وتذاكر ما بتذاكرش، وتقول لي ده انجليزي مش هذاكره، تقرف. ستريسد متوتر، ستريسفول باعث على التوتر، يعني باللغة العربية ده لو بتفهم عربي تلاقيك حمار، موتر، لو حاجة موترة يعني بتوترك، يعني انت ستريسفول كاركتر، شخصية موترة للناس اللي في البيت عندك، بس لانك ستريسد متوتر، ولانك بتعاني من الستريس وانت اندر ستريس من الواجبات ومن الانجليزي. اندر ستريس اللي هو يبقى تحت الضغط او متوتر يعني. نرجع بقى كده اهي، يبقى أنت if you start studying early for your exams you won't أنا عايز لون غير اللون ده، عايز لون أخضر كده، بحب اللون الأخضر. if you start studying early for your exams you won't feel، مش هتحس إن أنت خايف ولا تحس إن أنت يبقى stressed متوتر. I wish these horrible crowds، أتمنى هذه الصحب المقرفة أو المزعجة أو المخيفة يعني would a of so we can enjoy our picnic، عشان نستمتع برحلتنا. انت خدت كلمة اسمها clear off يعني يتلاشى او يختفي، مش محتاجة هي بقى اقعد اقول لك دي ليه مش regret off ولا laid off، مش محتاجة على فكرة ولا wonder، هي clear off دي معروفة يتلاشى او يختفي. it's essential، احنا خدنا كلمة essential يعني ضروري او حيوي. that you learn how to with stress، ان انت تتعامل مع stress during exams. يبقى انت واخد كلمة cobwebs اهي، اهي يتعامل مع، هي مش محتاجة كابويز اهي يتعامل مع. the company is taking، الشركة the company is taking steps، بتأخذ خطوات to improve عشان تحسن the ايه of goods البضائع and reduce costs، بتعمل ايه بقى عشان تحسن the efficiency، efficiency الكفاءة، efficient يعني كفء، ودي الصفة deficient يعني غير كفء وكده او نقص، عندك deficiency عدم الكفاءة او النقص في الحاجة، يبقى هي efficiency. burnout is caused by both، دايما البرناوت الاجهاد النفسي والعصبي is caused by both the decisions، بالقرارات you and the situation you can't control، والمواقف اللي انت مش عارف تتحكم فيها. يبقى القرارات اللي انت بتاخدها، احنا 100 مرة قلنا make a decision يتخذ قرار، يبقى كلمة decision تاخد ايه؟ make، make a decision يتخذ قرار اهي، استنى كده اهي make a decision، ما قدامك اهي يا عم نادر make a decision. I felt really and angry with myself when I lost the match. I felt، انا حسيت ان انا creative مبدع ولا impressed مؤثر او متأثر، قصدي التانية impressive مؤثر، لكن impressed متأثر ولا encouraged متشجع كده ومتحمس، لا هي frustrated، وقلنا frustrated يعني ايه؟ محبط، قلنا frustrate يحبط،
frustrated محبط. The teacher angrily at the noisy class, للفصل الشديد الصخب والضوضاء. يبقى altered ولا frowned ولا stressed ولا promoted معروفة كشر لهم قدام بالجزمة. When the teacher refused, راح فين؟ When the teacher refused to give him, لما المدرس رفض يديله a permit, تصريح to leave school early, he laughed, ضحك على خيبته يا. He pulled, سحب. He pouted, قشر وانزعج. Pouted. طبعا مستر فلاش مصور لكم الجملة. بس ما عليك, انت معاك الكتاب المفروض. You are doing well. انت بتؤدي اداء جيد. I am sure you will carry achieving more success. انا واثق ان انت هتستمر وتؤدي نجاح. يبقى carry on. انت واخد كلمة carry on. يستمر في carry out. ينفذ مشروعات وكده. وفي carry يحمل. When you make a change to your work, لما تغير في شغلك, you need to it's a pros and cons first. تقيم وتشوف التقييم, وقريتها لكم في الريدنج. يبقى دي evaluate يعني ايه؟ يقيم, تقوم المميزات والعيوب وتشوف النتيجة. Don't get distracted, لا تتشتت. Try to on your own lessons, بس انت تركز وتبقى بني آدم. Confuse يرتبك, persist يصر, persist in لو هي persist. Rely on, هتعتمد على دروسك, ولا concentrate on, concentrate يركز. I listen carefully, أنا بستمع بحرص to the lecture, المحاضر, and a notes to focus on the most important points. وبعمل notes, احنا خدنا تعبير make notes, اهي الحاجات دي already معروفة, make notes. My friend to do the difficult task, المهمة الصعبة. He really made a great effort. بطريقة وإيه؟ عمل مجهود كامل. صافي رقم كام دي؟ 25. My friend to do the difficult task, he really made a great effort. يبقى نقول refused to do, رفض. لو هو رفض يبقى ما كانش كمل. Hesitated, تردد. يبقى لو تردد ما كانش كمل. Declined, لا طبعا. انحدر, لا. He struggled, عشان الخط مال بس عايز اشوف كويس. 26 I took a break to refresh my energy. الجملة دي مهمة. I take a 10 minutes فاس ولا minutes بعد الابوسترفي بعد الاس ايه؟ ولا هنا minute والابوسترفي قبل الاس, ولا هي اصلا من غير الاس؟ هي طبعا من غير الاس تماما. وقلت لك التعبير ده لان دي صفة مركبة. لو عايز اجيب فترة زمنية, لو عايز اجيب فترة زمنية, عايز اقول لك مثلا انا خدت استراحة 5 دقائق, ولابد ان يتخلل حل الواجب شرح. انا عايز I took a 5-minute break, استراحة لمدة 5 دقائق. A 5-minute break, في هايفن هنا, في شرطة. A 5-minute break, أظن ده بس يا باشا اسم موصوف أهو. أنا بوصف الحاجة دي إنها ذات A 5-minute. أنا خدت استراحة لمدة 5 دقائق. 5-minute break, هذه التركيبة لا تأخذ اسم, ودي صفة مركبة بيسموها صفة مركبة رقمية. في A أهي, لأن هنا كلمة break مفرد. خلي بالك ممكن الآ دي بقى مش موجودة لو هي جمع. لو قلت 5, أنا أخدت 5-minute breaks, هنا بقت استراحات, بقت اسم جمع, فمفيش آ. بس سواء هنا مفيش آ هنا زي ما أنت شايف أو موجودة الآ, هي a 5-minute مش 5 minutes, لا تأخذ اس في هذه الصيغة. She is a 5-year-old girl. قلنا الصيغة دي برضو ما فيش فيها اس. يبقى أنا لما أتكلم عن إيه؟ الصفات الرقمية التي تسبق الاسم, ما بجيبش زي ما أنت شايف يا صديقي اس في a 5-minute, a 5-year-old مش 5 years. هذه الصيغة لا تأخذ اس لأنها تعتبر صفات مركبة. هيبقى في a 5-minute break,
a 10 week holiday لو هي مفرد، لكن 10 week holidays من غير آ بس سواء دي أو دي مفيش إس زي ما أنت شايف. نرجع يا صديقي، وصلنا فين بقى؟ يبقى الإجابة الأخيرة طبعا each society، كل مجتمع each society كل مجتمع has its unique، كلمة unique يعني متفرد من نوعه أو متميز، that distinguish يعني يميز it from other societies من المجتمعات الأخرى. لكل مجتمع هويته الخاصة، للمجتمع المصري هوية وشخصية، يبقى identity اللي هي هوية أو شخصية. If I am not mistaken، لو أنا مش مخطئ، you can't me change my mind. لو قلنا بقى حضرتك الجملة دي مهمة جدا، you can't force، لو هي فورس كان لازم يبقى مفعول وبعدها تو زائد مصدر. يو كانت الاو برضو الاو مفعول تو مصدر يبقى بره. جيت مي برضو جيت لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جيت تو مصدر، طب ما فيش جيت هنا قصدي ما فيش تو يبقى غلط. هي ميك، مش هتقدر تجبرني الفعل ميك معلوم مصدر مجهول تو مصدر، قلنا كده على فكرة وغنيناها، الفعل ميك معلوم مصدر مجهولته مصدر، فاكر؟ نادر ميد مي ستادي، I was made to study، فهنا يبقى ميك اهي. My parents couldn't reach me as I had forgotten to my mobile phone، والدي والدتي ما قدروش يوصلوا لي تمام لاني عملت ايه، نسيت اعمل ايه، I had forgotten، نسيت اشغل الموبايل، نسيت اطفيه، نسيت اطفيه، سويتش اون، ما عرفش يوصلوا لي عشان كده، سويتش اون وسويتش اوف احنا خدناها في الفريزال فيربس. Really I'm so for all your help lots of thanks، هقول له بقى ايه، انا شاكر لحضرتك، يبقى grateful ممتن او شاكر. Unappreciative يعني غير مقدر، ungrateful غير مقدر وغير ممتن، competitive تنافسي، فانا متشكر على مساعدتك، الف شكر ليك يا سباشا. Pollution has a serious impact، التلوث له تأثير خطير، انت واخد ان كلمة impact تأثير. On the weather، impact here is similar in meaning، لها معنى مشابه لإيه؟ على طول فين بقى التأثير؟ importance أهمية، influence دي يؤثر وتأثير، هتقولي ما دي تنفع يا حمار دي بالإيه؟ affect دي يؤثر على، دي verb ولا cause، هي تأثير. The increase pollution population قصدي in Egypt hinders، هندر يعني يعوق، وعايز اقول الزيادة السكانية او الزيادة في السكان في مصر تعوق خطط التنمية، يبقى the increase، وانكريس هنا ناون بمعنى الزيادة، يبقى increase in على طول معروف، increase in. I want to some voluntary work، اللي هو العمل التطوعي to help my community، عشان اساعد المجتمع بتاعي. I want، معروف ان كلمة voluntary work تاخد do voluntary work، voluntary تطوعي قلنا. As a result of war، نتيجة للحرب، the international trade، التجارة العالمية، has a greatly بشكل كبير، مش has raised ولا has risen ولا has arisen، هي declined انهارت، decline يتدهور أو تدهور decline، بس هي هنا طبعا بسبب الحرب أكيد مش هتزدهر. We usually together and discuss our problems، انت خدت الفعل ايه بقى؟ get together يتقابل، احنا بنتقابل وايه ونناقش مشاكلنا، يبقى get together. I asked him to the music because I was in the middle of a virtual work meeting، انا طلبت يعمل ايه بقى في الموسيقى لاني كنت في اجتماع افتراضي، يعني clear off ولا turn down ولا break into ولا turn up، مش هقوله يشغل ويعلي، لا هي turn down يخفض الصوت. 37 the ICTL team عملوا ايه بقى، new software اكيد هيثبتوها ويركبوه on the employees computers، احنا خدنا انستول وانت عارف انستول اللي هي يثبت برنامج، انستول لما البرنامج بتاعك تعمل انستول لبرنامج وتثبته على الموبايل. when I visited خان الخليلي، لما زرت خان الخليلي، the A for me was getting some souvenirs، كانت افضل لحظة ليا ان انا for me was getting some souvenirs، ان انا اشتريت بعض الهدايا التذكارية، يبقى الاجابة هايلايت. احنا قلنا كلمة هايلايت يبرز، وكلمة هايلايت يبرز او يوضح، وقلنا برضو الاشياء الواضحة او البارزة.
تمام. We have evidence. إحنا عندنا دليل that several people, the shop, الناس كتيرة المحل. أنت خدت كلمة يقتحم مش broke with ولا broke out يعني يبدأ أو يشتعل ولا broke up اللي هي ينفصل في break up ينفصل هي broke into يقتحم لغرض السرقة. He has or she has been absent. هي كانت غايبة from school for a week لمدة أسبوع. She will have to. She will have to. هي هتضطر تقي with her classmates on what she missed. يبقى عايزة تلحق. يبقى catch up with. قلنا يسير أو يواكب أو يلحق. Catch up with. Let's look new ways of working. Look. احنا خدنا كذا حاجة المعنى كلمة look. يبقى look إيه بقى؟ New ways. طرق جديدة. يبقى look into. يتحرى أو يتحقق. مش look on. ولا look to ولا look back. وقلت لك look الفعل look phrasal verb. وقلت لك phrasal verb هي عبارة عن أفعال يا بنات وشباب يختلف معناها بناء على تغيير واختلاف حرف الجر. ادي الفعل look اهو. وقلت لك ورسمت لك خريطة زي دي كده. وقلت لك احنا بنعمل خريطة كده للفعل look. الفعل look لوحده معناه ينظر. look at look for look after look like look up to look down upon او look down to. فانت بتغير phrasal verb بتغير المعنى بناء على تغيير حرف الجر. عندك look at ينظر الى مثلا look for يبحث عن look into يتحرى او يتحقق من شيء في بالمرة look like هي جديدة look like يعني ايه يشبه look for look at look into look after يعتني به. انت خدت النبيدي كانت بتعتني بمين؟ بمس اسمها ميسيس جو. كانت بتعتني بميسيس جو بجو وبيب برضو تكنس لهم وتمسح لهم وبتاع لما مين اخت جو تصابت وكده. دي ينظر الى دي يبحث عن لوك انتو يتحقق او يتحرى لوك لايك يشبه لوك افتر يعتني به. فده فريزال فيرب. فالفعل لوك ارسم لك بقى لوك واحد بيلوك لك اهو بيبص لك اهو لوك 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 ات لوك فور لوك افتر. المعنى بيختلف يا باشا. نرجع بقى تاني كده. She sent me an invitation. هي بعتت لي دعوة to her birthday party but I had to eat it. انا اضطريت اعمل ايه because I have an exam tomorrow. اضطريت ان انا اقبلها. ايه الاضطرار في كده؟ يعني انا عندي امتحان هضطر اقبلها. ميك ريفلكت يعكس. لا هي ديكلاين طبعا. ديكلاين هنا معناها يرفض وانا قلت لك لها معنى تاني ينهار ومعناها الانهيار. فديكلاين انفيتيشن يرفض دعوه. The internet helps us to keep in touch with each other. انا بكمل او keep in touch مش محتاجه يعني. keep in touch with. You must use a microphone when you don't want anyone to hear you. بتعمل ايه في الميكروفون لما مش عايز حد يسمعك؟ تعمل له ميوت وتسرح من صوتك المقرف يبقى ميوت. We had a virtual meeting online. احنا عملنا virtual meeting online. Virtual is an antonym for عكس بقى. antonym يعني مراد عكس مش synonym مرادف. And virtual افتراضي يعني مش حقيقي يبقى مش الحقيقي. Messaging is great for staying in A with friends. في عندك contact و advance و touch. touch تمشي. advance لا طبعا. و contact تمشي. يبقى A و C يمشوا. يعني ممكن اقول staying in contact with و staying in touch with والاتنين مقبولين وشغالين. I aim for the job of the secretary. But I haven't received a reply yet. لكن لسه ما تلقيتش رد لسه. مش كومبلين يشكو. I applied for. أنا قدمت للوظيفة. His decision to quit smoking seems very. قراره إن هو يتخلى عن الشغل أو قصدي يسيب التدخين quit smoking يبدو أنه إيه بقى؟ يبدو انه يبقى لوجيكال منطقي يعني فرايتند خايف بروجرس تقدم imagined. لا هي لوجيكال منطقي. واحد قراره انه يسيب التدخين ده احلى قرار تاخده في حياتك يا جدع. ايه از ا بيرسون ويز هوم وان وركس ان ا بروفيشن اور بزنس. الناس
اشتغل معاهم اللي هو زميل العمل يعني مش محتاجة ليا كوليك. I hope the manager will attend to my complaint on time. Complaint يعني شكوى. فأنا بتمنى إن رئيسي أو المدير يستجيب لشكوتي في الوقت كنا. يبقى ريسبوند تمشي وريبلاي تمشي. يبقى هي A و B الاثنين يمشوا. دي 50 دي صح. 51 reading القراءة. Our general knowledge معلوماتنا العامة. مش تكس. القراءة بتزود معلوماتنا العامة يبقى increases. مش adds ولا decreases تتناقص. Turn off the TV while you are studying or you will get A. يعني طفي التلفزيون يا ريت يعني وانت بتذاكر or you will get A. You will get distracted. هتشتت. احنا قلنا distract يشتت. She is faithful. Faithful يعني مخلص او مؤمن. Enough to be trusted. هي مخلصة عشان توثق فيها يتثق فيها. By all. Faithful is a synonym. هي مرادف لكلمة ايه بقى. Sincere مخلص. Different مختلف. Reliable يعتمد عليه. ولا ايه وسي ينفعه. يعتمد عليه هو الشخص المخلص. طبعا هي مش different تماما يعني. هي reliable يعتمد عليها sincere. يبقى ايه وسي تمشي طبعا. 53 تمشي برضو. A و C. تعال لي بقى كده يا صديقي. 54. A is a judgment. هو عبارة عن حكم أو قرار أنت بتاخده reached by reasoning. بيؤخذ بالمنطق. Conclusion, assumption, resolution ولا A و C. اللي هو الconclusion. الخاتمة اللي أنت بتوصل لحاجة. القرار اللي أنت بتستول. الاستنتاج اللي أنت بتوصله. A good teacher, المدرس الكويس, should always aid his or her student to think independently. إن هم يذكروا أو يفكروا بشكل مستقل. يبقى بيحفزهم. مش fabricate, يفبرك. والجوين ينضم وcommunicate يتواصل معه هي motivate. وإنه motivate يعني إيه؟ يحفز. ومنها motivation التفاعية والتحفيز. I usually myself to arrow before I go climbing. أنا دايما بعمل إيه قبل ما تسلق. بربط نفسي. Attach myself. مش detach ولا take ولا separate بفصل. لا attach. بربط نفسي كده to arrow. The businessman tried to end his career problems completely from his family life. وبيحاول يفصل مشاكله الايه بتاعت العمل وحياته الأسرية. وبس مين اللي يقدر يعمل كده بقى. مش جوين طبعا مش هربط حياتي ومشاكلي في البيت ولا فايند ولا لينك. طبعا هي separate. separate دي معناه ينفصل أو يفصل. فهو بيحاول يفصل طبعا. Sales employees need to have effective skills. اللي هو طبعا sales employees اللي هم موظفين المبيعات اللي بيبيعوا دول لازم يبقى عندهم مهارات التواصل الشخصية. احنا خدنا كلمة اسمها interpersonal skills. مهارات الشخصية interpersonal. مش treatment ولا cooking ولا consequence ليها ناتج. The damaging consequences of her actions. اللي هي damaging consequences النتائج التدميرية أو المتلفة of her actions لأفعالها are positive ولا inevitable ولا convinced مقتنعة ولا productive منتجة ولا positive إيجابي. طبعا هي inevitable يعني inevitable شيء حتمي مش عارفين إيه نتجنبه. يبقى inevitable. 60. My teacher has given us some study so we can improve our achievement. إن احنا نحسن بها إنجازاتنا. لو تفتكر كنت قايلها لك في الريدنج وقايل لك ان كلمة تيبز دي معناها نصائح. وقلت لك الكلمة دي تتجمع عادي لكن ادفايس بمعنى نصيحة لا تجمع. عشان اجمعها لازم انا اقول a piece of advice و two pieces وهكذا. Going on a diet is for everyone to have good health. Going on a diet ان انت تبقى في دايت وبتاع ده شيء كويس ان انت تبقى في good health. يبقى كلمة essential يعني essential ضروري او حيوي ضروري ان انت تبقى في دايت وتحافظ على ايه على أكلك يعني. Don't worry the book you need. ما تقلقش الكتاب اللي انت محتاج. School library في المكتبة بتاعت المدرسة. يبقى هيبقى متاح يبقى available. Parents have a very important in developing the morals of society. طبعا الوالدين لهم دور مهم في كلمة دور دي كتبت لك على السبورة مليون مرة اللي هي رول دي عن دور. وقلت لك دي ودي ودي لها معاني مختلفة وطبعا هكتبها لك تاني عشان عارفك نساي. اولا كلمة رول اللي احنا اخترناها دي R-O-L-E دي دور. قولك بلاي تلعب السياحة دورا هاما. بلاي ان
important role. يلعب دورا هاما او part. كلمة part هنا. تلعب السياحة play an important role part in. يلعب دورا هاما فيه. فدي معناها دور. في عندك كلمة تانية اسمها rule. دي معناها يحكم. وبتيجي بمعنى قاعدة او قانون. في role. دي verb. قلت لك معناها يتدحرج. او يلف حاجة. رولر اسطوانه. اقول لك الرولة دي اللي بنعمل بيها. كذلك كان في كلمه تانية رولر. دي حاكم وبرضو بتيجي بمعنى مسطره. الفوكاب يا جماعه الفوكاب الفوكاب الله يكرمكم ما بتخلصش. وصلنا فين؟ يبقى فين بقى parents have a very important. يبقى رول اهي اللي هي دور اهي دور 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 اهي رول. بس احنا عايزين لون تاني سودناها ليه كده. رول اهي. The school administration follows new techniques to raise students A levels. المدرسة سلطات المدرسة بتتبع ايه تكنيكس تقنيات جديدة to raise students A levels عشان تزود مستوى الانتاجية بتاعتهم يبقى productive. We should produce a wider of foods to meet the needs of the increasing population. انت عندك a variety of foods. يعني ايه variety؟ تنوع وتشكيلة من. variety يبقى كذا نوع لكن collection يبقى مجموعة واحدة. يبقى انا عايز تشكيلة من a variety of. احنا قلنا variety تشكيلة و vary يتنوع و various متنوع. يبقى variety تشكيلة من. شكلك مش فاهم حاجة اصلا والله العظيم. انا اقعد اشرح في القاعة واجي اشرح هنا كمان بس ان انت تذاكر لا يا مستر انت بقيت عصبي ايه روح شوف يا عم انت بتعمله في الواحد ايه عشان يا عم والله العظيم 27 سنه ما شفنا دفعه كده يا عم انت بتشتمنا على النت امال اشتمك في ايه. افرايتي اوف تشكيله من دي ناون يا عم. فرايتي اوف تشكيله من. في فاري مش فيري احول. فاري دي متنوع ولا مختلف؟ دي فيرب مش متنوع دي يختلف. لكن المتنوع various various متنوع مختلف. في a variety of suits تشكيلة من البدليات. الأسعار بتاعت البدل vary بتختلف. أسعار البدل various متنوعة ومختلفة. فارجع بقى لان دي ثلاث كلمات مهمين جدا. The company sent us بعتت لنا a survey بحث واستطلاع to ايه our mental state عشان ايه تشوف حالتنا النفسية ايه. هتطلعوكم مجانين وعملنا لك mental state كده وانت في ثانوية عامة هنطلعك اتجننت خلاص. يبقى عشان نقيم يبقى assess اهي يقيم حاجة. Concentration levels مستويات التركيز from one individual to another بتختلف. مستويات التركيز ومستويات الفكر ومستويات الذكاء بتختلف من شخص لآخر. الكلام ليك يا جارة. Concentration levels يبقى بتتنوع. فين بقى تتنوع؟ vary اهي. ده الفيرب اللي انا لسه شرحه. Educationists always try to a. علماء التربية وعلماء التعليمي وكده دايما بيحاولوا to a students productivity levels. بيحاولوا يحسنوا. خلي بالك ان في ريز ورايز. قلت لك رايز ده معناها يرتفع وده فعل لا يتبع بمفعول. هي ريز وريز هنا معناها يرفع او يحسن او يطور. وديك شايف المفعول هو ستودنتس برودكتيفيتي. يبقى بيحاولوا يرفعوا مستويات الايه الانتاجيه. يحاولوا بقى براحتهم يجوا يشوفوا اللي احنا فيه. Our A of students surveys results in some interesting conclusions. So عايز اقول تحليلنا. فين الناون في دول كلهم؟ الناون تحليلنا اهو analysis of students. لكن analyze دي معناها يحلل وتبقى نضاف لها اس اهي. واناليتيك دي تحليلي واناليزس الشخص اللي بيحلل حاجه. يبقى تحليلنا ده الناون اهو. تحليلنا الحاجه ان احنا ندرسها ونشوف هي صح ولا غلط. اشرح لك عربي كمان. خش على الجرامر يا بيه. عمرو ايتو انجلاند ذيس مورنينج هي از ان بيل ايل ان بيد. بيقول لك عمرو مستحيل يكون راح انجلترا الصبح. الراجل في سريره يا عم بطلوا افتراء على الناس.
يبقى احنا قلنا لو كن متأكدين من نفي طبعا في كلمة اسمها can't have أو couldn't have. مستر نادر مين اللي انت شوفته يا عم زي ما قلت لكم في القاع؟ مستحيل تكون شوفته. مستر نادر في اليونان يا عم الصورة بيقول لك أخصامنا بفلوسنا يابا. teachers encourage the students. encourage يعني يشجع. المدرسين بيشجعوا الطلبة وعمالين يشجعوا فيهم ويحمسوا فيهم هم the students ايه in their class activities. بيشجعهم ان هم يشاركوا. انت خدت الفعل encourage بعد مفعول بعد تو زائد المصدر يبقى تو participate. he has been struggling with his deadlines. what about him on a time management. أظن مليون مرة في القاعة ولك what about وهو about مطبوعة by ing. فين ing؟ to send ولا we send ولا send ولا sending. don't your digital camera, we need it badly please. اوعى تنسى تجيب الكاميرا معاك. don't remember bringing ولا don't forget bringing. لو قلت forget ing بعدها ing يبقى نسي انه جاب حاجة. انا بقول له don't forget to bring. اوعى تنسى تجيب. مش هقول له don't remember to bring. اوعى تفتكر تجيب. اوعى تنسى. don't forget to bring. I didn't study well for the exam and I regret ready for it. انا ندمان اني ما ذاكرتش كويس الامتحان. and I regret ايه بقى؟ وندمان ان انا ما جهزتش له. قلنا الفعل regret لو تبع ب ing انت تندم على شيء حصل. يا اما regret not ing انت تندم على شيء ما حصلش. فانت بتقول I didn't study well for the exam and I regret not وبعد ING not getting ready ندمان اني ما تجهزتش الامتحان. طب قوم ذاكر بقى عشان ما تندمش الندم الكبير. the manager needs to the presentation with the employees. انا قلت تو على طول لان needs معروفة needs to share. محتاج يشارك في البرزنتيشن with the employees who were missing from the meeting today. you look stressed. انت تبدو متوتر. all the time John. have you considered. اظن انت حضرتك have you considered دي خدناها في الاقتراحات مطبوعة باي ان جي يا جدعان مش محتاجة بقى taking. she to download the new software because she said there had been a lot of technical issues with the old version. she considered to ولا supposed to ولا decided to the software because she said there had been a lot of technical issues with the old version. يبقى هي قررت. بص كده الفعل consider هيتلاقي ING مفيش. مفيش حاجة اسمها she supposed to. ولا avoided. avoided. يبقى she decided. قررت. الفعل decide اهو. to مصدر. تسعة. you have so many responsibilities now. لديك العديد من المسؤوليات الآن. have you thought about. thought about 100 مرة أقول لك thought about thought about thought about thought about a counselor to help. تجيب مستشار أو مساعد with your mental health. يبقى seeing تشوف حضرتك كده استشاري وتستشيره في مشاكلك الصحية. have you thought about making. have you thought about eating. have you thought about studying. can you tell him to turn. I am struggling to hear it. أنا بكافح عشان أسمع. ممكن حضرتك can you tell him to turn. أنا بكافح عشان أسمع. يبقى ممكن تقول له يعلي صوتك. مش هعلي صوتي. can you tell him to turn up sound. turn up sound يعني turn up sound يعني ما ينفعش أقول turn up sound. turn up بس. turn the sound up ولا turn the sound. لا turn the sound up من غير up. لا طبعا turn the sound up مش turn up sound. turn the sound up. the information you were expecting doesn't seem. الفعل seem يتبع بتو زائد المصدر in the document. يبقى doesn't seem to be. seem to seem to seem to be. would you like. الصيغة دي لازم انتو يا باشا. would you like. would you like. قلنا كلمة like اهيت الافعال. الكلمة دي لايك تأخذ تو زائد المصدر و ING. لكن لو جي معها would يبقى تو زائد المصدر. دي تو زائد المصدر ولا تو زائد ING. spend دي مصدر بس. spending ING يبقى تو spend. would you like to spend the summer holiday with us in بورسعيد. هل تحب أن تقضي أجازة الصيف. مش هتقضي أجازة الصيف لما تروح تمتحن وتجيب مجموع كويس وانت مالكش أصلا أجازات. creating a study plan me from procrastinating. ان انا اعمل خطة للمذاكرة مش allows me from ولا stops me from ولا lets me from. هنا بقولك creates من انا اعمل خطة
creating a study plan بتمنعني ولا بتوفقني ولا بتسمح لي from procrastinating ان انا اعمل خطة يبقى بتمنعني من التسويف. يا ريت تعمل خطة وتذاكر allows ولا بتمنع ايه let's ولا makes هي طبعا stops. اللي بعده 14 تقريبا we mixing with bad friends because of بسبب their terrible behavior سلوككم المش كويس. We prefer احنا بنفضل الاختلاط بالاصدقاء السيئين. ده حضرتك انت اللي بتفضل ده لكن انا ما بفضلوش. We wouldn't like to mixing في حاجة اسمها we wouldn't like to وبعضها نجي في التعبير ده لا طبعا. We feel mixing لا we avoid mixing احنا بنتجنب. الفعل avoid يتبع بالverb plus ing. I know that my phone sometimes stops me. أنا عارف دائما أن التليفون بتاعي بيمنعني stops me. أنت عايز خدت الفعل stop بعديه مفعول هو تي اي ان جي فروم اي ان جي يبقى بيمنعك من التركيز. ولما أنت عارف كده ما بتقومش تذاكر ليه وتسيب الموبايل يا غبي سيب الموبايل يا غبي وروح ذاكر. I stopped driving my car because it continued raining لأنها استمرت في المطر. الفعل continue يتبع بتوزق المصدر يا اي ان جي اختار continued to raining لو raining صح ولو to rain كانت صح rains لا طبعا هي raining اهي وto rain كانت صح. You really need to get this report before tomorrow. قلت لك لو جاب الشخص مع have مصدر مع جيتو مصدر لو جاب الشيء مع have او get تصريف ثالث لو جاب الشيء مع have او get تصريف ثالث. I have my car mended. I get my car mended. I had my hair cut. I got my hair cut. I have Nader. I have Nader. Open the door. I got Nader to open the door. I got the door opened. I had the door opened. I got my flat painted. I had my flat painted. فلو جاب الشخص مع have مصدر مع get to مصدر لو جاب الشيء مع have او get تصريف ثالث يبقى you really need to get this report. أظن ده شيء قدامك هو فين التصريف الثالث done. Good study habits عادات المذاكرة كويسة allow us بتسمح لنا الفعل allow متبوعا بمفعول اهو لازم to زائد المصدر اهو يبقى to be اهو. Everything in my bag fell كل حاجة في شنطتي وقعت على الأرض يبقى في صفحة كام دي بقى 253. فأنا بقول لك يا باشا أنا فاضل لنا كام صفحة هو الواجب ده مش عايز يخلص ولا هو الواجب الكتير ده يا جدعان المدرس ده انتوا طايقينه ازاي اللي بيديكوا الواجب ده كله يا عم الواجب الكتير ده يا عم ده ده ده, ده واجب كتير ده لسه سينيور كمان انتوا مستحمليني ازاي يا جدعان لا اله الا الله يبقى فول اون بس خلي بالك الواجب الكتير ده حلو بيثبت المعلومة وبيتخلله شرح او هتصدق ان الواجب الكتير عيب الواجب القليل هو اللي عيب. These letters هذه الخطابات او الحروف يعني need by your teacher and a parent or guardian يبقى need يا اما to زائد المصدر يا اما ممكن تيجي باسف مش هقول need being signed محتاجة تتوقع need مصدر بس be signed لا هي needs to be signed محتاجة توقع needs to مصدر و needs to be لو جت صيغة باسف وتصريف ثالث هو. Since John was already late for the train لأن جون كان متأخر على القطار I suggested a ticket from the inspector on board فلا suggest ING على طول buying Jana dinner while she helped the boys with their homework Jana got Jeremy to make يعني طلبت من جيرمي يعمل لها الحاجة دي will make Jeremy dinner ولا تقنعه من البتاع ده ولا هاد جيرمي لو هاد الدينر ميد ماشي لكن مش هجيب هاد وبعدها تصريف تالت غلط انا لسه مغنيها ومش هقول جيتس جيرني تو ميك لان جيتس دي في البريزنت والجمله لو لاحظت كده في الماضي هيلبت يبقى جت
جيرمي تو ميك اقنعته. قلت لك الفعل جت هنا مع الشخص معناها كونفينس يقنع. هي از هوبينج فور ذا مانجر بروجرام ذات هي از اولويز وونتد تو جو اون. هو بيتمنى الفعل هوب ياخد تو زائد المصدر وطبيعي يبقى تو بي زائد تصريف ثالث في الباسيف. يبقى مش هقول being selected بين selected ولا to select. وانتم معظمكم هتلاقي عاملها to select والفعل هو بتقول ما بيجي بعدها to زائد المصدر يا مستر. هو بيتمنى ان ينتقى او يختار عشان للمدير للبرنامج بتاعه. يبقى مش being selected برضو لان to be selected hope to بعدها مصدر. عشان تبقى passive يبقى hope to be selected. I hope to be rewarded انا بأمل ان انا اكافئ. I hope to be praised بأمل ان انا امدح. وهنضغط على ده في يونت 8 في الباسل. My mom recommended that احنا قلنا الفعل recommend الفعل recommend يوصي that I فاعل مصدر. فين بقى My mom recommended that I eat less ice cream يبقى eat now recommend that فاعل قلنا مصدر. Please get John get شخص اهو لو جاب الشخص مع have مصدر مع جدته مصدر مع جدته مصدر مع جدته مصدر اهو. بليز جيت جون تو اسس ذا دامج اقنع جون يقيم الايه التلف والخساره بيفور ميكينج اني ريبيرز قبل ما يعمل اي اصلاحات يقيم المشاكل وكده. الواجب ده ما بيخلصش يا جدعان. ستوب ذا كومباني سيكريتس بطل بقى تفشي اسرار الشركه. الفعل ستوب هنا مطبوع عن باي ان جي يتوقف عن اداء الشيء يبقى ديسكاب ديسكلوزنج. I wish I had arrived on time يا ريتني وصلت في معادي. قلنا الفعل الصيغه بتاعت I wish لو جه معاها ماضي تام يبقى انا بندم على شيء حصل او ما حصلش. I wish I had arrived on time يا ريتني وصلت في معادي. I am so late انا ما كانش مفروض اوصل يبقى انا بتكلم في الماضي يبقى I shouldn't have been ما كانش مفروض يبقى انا بندم هنا وبعبر عن الريجريت. وقلنا ريجريت يعني الندم. تامر ذا his car keys are still here مفاتيحه مرميه يبقى مستحيل كان يبقى هناك. مش shouldn't have طبعا هي couldn't have driven مستحيل يكون مشي لان مفاتيحها. Your health seems to be worsening صحتك تبدو انها تزداد سوء. You are a doctor at the beginning of the infection كان مفروض تستشير دكتور في بداية العدوى. يبقى didn't have to consult لا you should have consulted كان مفروض تستشير مش had to consult ولا must have اكيد انت استشرت. لا should have او ought to have هي اللي تستخدم لواحد بقول له كان مفروض تعمل حاجة بس هو ما عملهاش. I wish I had worked harder when I had time يا ريتني كنت اشتغلت بجد لما كان عندي الوقت. انت لسه ما وصلتش لهذه النقطة ولسه قدامك فرصة تذاكر فقوم استرجل وذاكر. ولعشان ما تندمش وتقول الجملة دي في الآخر يا حيوان. I wish I had worked harder when I had time يا ريت كان عندي وقت وكنت ذاكرت لما كان عندي وقت. ده معناه if I had time I would work hard. لا دي حالة اف الثانية دي بتعبر عن التمني المستحيل في المضارع. احنا مش في المضارع احنا في الخيبة ده خاب ورجع. I regret not working hard when I had time هي دي اللي هتعبر عن خيبتك ربنا يستر. انا ندمان ان انا ما اشتغلتش بجد لما كان عندي وقت اهي اللي بتعبر عن الخيبة والندم على اللي فات. رامي got very slow marks جاب درجات خيبانة زيه. He is a faculty he preferred الكلية اللي التحق اللي بيفضلها. يبقى مستحيل واحد جاب درجات مش كويسة يبقى مستحيل يبقى couldn't have joined أو can't have joined لو موجود. I need advice خلي بالك دخلنا في حوار أو أن وذا أهو اللي في فيديو على القناة وقلت لك شوف بتاع الجرامر التراكمي وما بتشوفش أو أن وذا ومهم. Advice دي اسم لا يعد يا باشا. ما ينفعش أقول ألوت لو ألوت أوف كانت صح. ما ينفعش أقول advice أولا وأنا أن advice كوني بقول ان ادفايس يبقى دي معناها انها قابله انها تجمع وده مش صح. هي نو ارتكل. اي نيد ادفايس انا محتاج نصيحه. عايز تقول دي باداه تجزئه يتقول ا بيس اوف ادفايس او ان ايتم اوف او ا بيت اوف. لكن كلمه ادفايس لا تسبق بان ابدا وده خطا شائع. تقول لي انا ادفايس عشان بدا بحرف متحرك. He promised أظن قلنا promised أو promise
ما فيش فاعل بعديها يبقى تتبع بتو زائد المصدر. لكن لو I promise I will هفهمها لك، وكنت شرحها لك في يونت 3 وخدناها تاني برضو في الأفعال في يونت 5 ودرسناها مهمة جدا. لو قلت I promise أو I promise دي مش فرقة مضارع أو ماضي، أهو I promised أو I promise أهي، يبقى to help you. أنا بوعدك إن أنا هساعدك إن شاء الله. طب I أو I promise I في فاعل اهو وده مضارع اهو، الصيغة دي لو تفتكر قلت لك will اهي تبقى will help you. تعالى 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 وان ما عرفتش تيجي تاني ونسيت مكاني ونسيت زماني افتكرني حاول تفتكر. والله العظيم ماتت فينا المشاعر من ساعة ما اشتغلنا في مهنة التدريس، لا عاد في وقت نفرح ولا وقت نغني ولا وقت نخرج ولا اعمل ايه يعني. فيديو واجب يا مستر، يا مستر اعمل فيديو الواجب يا مستر، يا مستر لو سمحت انا عايز اشوفك في الفيديو بلاش الواجب اللي هو من غير ما اشوف صورت، اديني قدامك اهو اخوي بس تذاكر. يبقى بروميس تو من غير فاعل هو سواء بروميس او بروميسد او نادر بروميسز وما فيش فاعل يبقى تو زائد مصدر. اي بروميس مضارع وفي فاعل يبقى ويل وخدناه في يونت 3. اي بروميسد الماضي يجيب ماضي والمضارع يجيب مضارع. I promised I would help. خلي بالك من هذه الملحوظات يا ورجل لأنها ملحوظات هامة. ارجع تاني. He promised. مفيش فاعل هنا أقول he will دي. I promised مع مضارع إزاي؟ he will إزاي؟ ولا promised لو كان في فاعل هنا هي مثلا يبقى هي would كانت تمشي. لكن ده مفيش فاعل أهو. مفيش يعني يبقى to visit ولا would be visited. My father will. My father will. 34. My father will. My father will ايه بقى؟ to spend. انا عايز to زائد مصدر اهي. مش هقول my father will promise to spend the my dear holiday in Aswan when we. مش هو اللي هيوعد. promise ازاي؟ my brother my father will make us to. لا will make لو will make us يبقى من غير to. my father will allow us to spend هيسمح لنا in Aswan when we ايه high marks لما نجيب درجات. يبقى will allow us وجدت يا باش هي دي لان في allow ايه مفعول فين 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 انا رحت فين اه will allow us قصدي الله ايه وقص مفعول وبعدها تزاد المصدر مع الله وبعد كده جت. طب ليت اس ما تنفعش ليه؟ لو قلنا ماي فازر ويل ليت اس يبقى سبند من غير تو لان ليت بعدها مفعول ومصدر من غير تو. اي دونت اوبجكت وخدتها لكم حليتها معاكم على ال 80 جمله اللي حليناها في الحصه. اي دونت اوبجكت اوبجكت تاخد تو زائد مصدر لا تو زائد اي ان جي يبقى تو هيلبنج اعترض على. Please remember your digital camera. افتكر تجيب الكاميرا معاك. We will need it for journey. يبقى to bring. قلت لك remember ing يفتكر حاجة حصلت. لكن remember to يفتكر ان يعمل حاجة في المستقبل. 37. I to have new reliable friends. So I meeting tricky ones. أنا عايز أصدقاء يعني يعتمد عليهم. reliable يعتمد عليهم. انا ما بحبش تريكي وانز المخادعين. قلت لك كلمه وانز دي كانت تعود على جمع هو قصده كونز دي تعود على الفريندز. يبقى اي هاد بيتر هاد بيتر اولا ما يجيش بعدها تو هاد بيتر غلط هنا. اي وود راذر وود راذر يجي بعدها المصدر يا باشا دي تو فيها اهو تو. اي اوبجكت تو هاف لو اوبجكت تو هافينج لا هي اي وونت ادي تو اهي وونت بعدها تو زائد المصدر. سو اي ايه ميتنج يبقى اي افويد ميتنج اهو ING.
المستر بيصورني بيقول لي ده كل واجب احنا قاعدين نحيي ده يا عم، ده يا عم اقسم بالله العظيم يا عم المدرس ده يا عم. You go to bed early to be in good health. You would like go. ما فيش would like go. You would prefer. Would prefer بتاخد تو. You prefer مصدر على طول. لا يا prefer تو يا ing. يبقى you had better. قلت لك had better دي معناها من الافضل لك ومن الاحسن لك وتتبع بالمصدر مباشرة. ونفي had better. Had better not. عشان ما تقوليش had انت better. وبعدها برضو المصدر. I advise you. انا بنصحك. I advise ينصح. يبقى تو زائد المصدر. يا اما هتنفيها تقول not to. I advise you ايه بقى؟ not eat؟ لا. to not؟ لا ما فيش حاجة اسمها to not. يبقى not to eat مش don't. انا بنصحك الا تأكل كذا. يبقى not to. 40. You seem tired. انت شكلك مجهد. اه والله شكلي مجهد. I think you ate enough sleep last night. اعتقد انت مفروض يعني كانت تنام لك شوية. انام منك شوية ازاي وانا عمال اعمل لك ملازم وشايل همك وعمل لك امتحانات. يبقى should have had. كان مفروض تنام كويس. هنعمل ايه؟ حد بينام؟ قلت لك اللي عنده حلم ما بينامش. Drive a car. 41. Drive a car without holding a driving license. دون رخصة قيادة. It's against the law. ده ضد القانون. هقول له doesn't. مفيش اولا نهي يبدأ ب doesn't. اقول له ممكن اقول له don't drive a car. ده امر منفي. Do drive. اقول له سوق. Do drive. Never. Never اوعى تسوق بدون رخصة. اقسم بالله العظيم فيها سجن. Never drive a car. Never drive a car. اوعى تسوق عربية بدون رخصة. I am short of money. يعني انا عندي نقص من الفلوس. زي بيب كده قبل ما يبقى بايه جنتلمان كان شحات وحداد. I'm short money. I wish. انا معايا فلوس قليلة. I wish يا ريتني ايه all my money on unimportant things. يبقى يا ريتني ما صرفتش فلوسي على حاجة مش مهمة. يبقى هنا انا بندم على حاجة حصلت في الماضي. هقول يا ريتني انفقت ويلا يا ريتني ما انفقتش فلوسي. ده الندم. يعني الدين حس على كده ان انت ما تسرفش فتندم. يعني وغير كده كمان ما تبقاش بخيل وتموت على القرش. يا اما تسرف يعني ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تمام. وبرضو ولا تبسطوا كل البسط فتقعد ملوما محصورا فتندم على ده. فاي ويش اي هادنت سبنت. قلت لك لما اتمنى شيء مستحيل في المضارع بنجيبه ماضي بسيط. لكن بتمنى شيء حدث عكس في الماضي يبقى ماضي تام. بيقول الفلوس معايا راحت. يا ريتني ما صرفتش فلوس. مش تيجي تقول لي اي ويش اي هاد سبنت. يا ريتني صرفت. وما ينفعش هافنت هنا ده مضارع تام. ولا اي دونت ده مضارع. انا بقول يا ريتني ما صرفتش. انا بندم على شيء حصل في الماضي. His temperature is normal. درجة حرارته اصبحت طبيعية الان. So he this medicine now. يبقى خلاص ما عادش محتاج. هو حرارته بقت طبيعية. Had to take اضطر ياخد. ولا should have taken كان المفروض ياخد. ولا must take لازم ياخد. لا هو he need انت take. قلت لك كلمة need انت مطبوعة بالمصدر. يبقى شيء ما انتش ملزم تعمله. We ate the weekend in Alex, but we preferred to be with our old friends in the village. أنا عايز أقول كان ممكن بس ما حصلش. قلت لك could have زي التصريف تالت. تستخدم لعدم التأكد وتستخدم لشيء كان ممكن يحصل بس أنت ما عملتوش. يبقى الإجابة could have spent. The teacher was speaking. المدرس كان بيتكلم بإيه؟ quickly. أظن quickly دي صفة. I couldn't understand him. بسرعة لدرجة ان انا ما قدرتش افهمه. يبقى اقول يبقى انا عايز دي صفة اهي وعندك فراغين هم. وهو بيقول انه اتكلم بسرعة لدرجة ما عرفش افهمه. خلي بالك في فاعل يعني في بداية جملة. ما ينفعش تو ما ينفعش اقول was speaking too quickly to I. لو قلت تو understand كانت صح. وطبعا such that ما تنفعش لان ما بين such و that صفة زائد اسم او اسم. دي صفة بس. ومش هقول كان بيتكلم speaking enough quickly to. لا يبقى so quickly that كان بيتكلم بسرعة لدرجة ما فهمتوش. 46. I am so hungry. أنا جعان جدا. But the food is a hot ومصدر اهي. اللي بيجي معاها صفة ومصدر يبقى to ولأنه بينفي. يبقى to hot to eat. مش هقول is enough that ذات جملة وsuch a with that وso that. لا تو الاكل كان تو هوت تو ايت ان انا اكله يعني.
سخن يعني. اتسا ايه بقى؟ انترستنج بوك. اظن صفه زائد اسم ايه؟ يبقى ده عايز ساتش. بس ساتش ايه بقى؟ فيها ايه ولا ان؟ ساتش فيه هنا صفه وبعدها اسم مفرد اهو وبدا بحرف متحرك. يبقى اتس ساتش ان انترستنج بوك ذات، لان الصفه بدا باي اهي، يبقى دي تاخد ان. يبقى ساتش ان انترستنج بوك ذات، مش ساتش ذات بس، لا ساتش ان. وما تنفعش ساتش ا لان انترستنج قلت لك بدا بفاول، وما تنفعش سو لان سو يجي في النص بينهم ايه صفه، لكن دي صفه زائد اسم او زي ما قلنا اسم موصوف. 48 although بالرغم من the UK اللي هي United Kingdom المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا was part of the Arabian Union كانت جزء من الاتحاد الأوروبي they didn't use the euro. أنا عايز أقول اليورو كعملة يبقى the euro. زي تيجي مع اسماء العمر، زي أقول لك the دينار، the ريال، the Egyptian pound الجنيه المصري، the درهم، the euro. فذا تيجي مع إيه؟ مع العملة هي. I have money to buy this suit. I have such money. ما ينفعش ولا I have such money. I have so money. ما فيش حاجة اسمها so money. I have few money. Few ما تجيش مع اسم أصلا لا يعد. Few دي بعدها اسم جامع ومعناها عدد قليل جدا. يبقى هي I have enough money. أنا معايا فلوس كفاية. Nobody has ever seen a unicorn because they don't exist. ده كائن أو حيوان ما يعني مش موجود أصلا. يبقى a you 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 بص a unicorn قلت لك دي تاخد ايه؟ هتقولي ما هي بدأ بصوت متحرك بحرف متحرك. لا، لما اقول university 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 uniform الصوت اليو هنا نازل لتحت كده، يبقى دي تاخد ايه؟ A university. خلي بالك عشان دي جت في امتحان قبل كده. A uniform. لكن شوف دي. Umbrella. صوت اليو هنا غير اليو هنا. Uniform. يو 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 نازل لتحت. Umbrella. 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 يبقى an umbrella. Unicorn. يبقى a unicorn. Yesterday we went on a school trip. امبارح رحنا في رحلة مدرسية to the great pyramids of Giza. ذا بتيجي مع اسماء الفريدة من نوحة. The sky with the sun with the moon with the pyramids. My دي كام؟ I once saw انا في يوم من الايام ايه؟ a tiger whilst I was in India. بينما كنت في انا قلت الإجابة على طول a tiger. شفت نمر. لكن خلي بالك ممكن اقول في جملة the tiger. The tiger is a strong animal. يبقى أنا بحشير لكل النمور. The أهو زائد اسم حيوان يبقى بتشير للكل. The camel الجمل is a fascinating animal. حيوان مذهل أو جميل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني في خلق الجمال وكده والإبل قدرة الله. فذا كامل هنا تشير لعموم الجمال. The tiger يبقى تشير لجميع النمور. لكن شفت a tiger يبقى نمر. A tiger. A lion أسد. لكن the lion is the strongest animal يبقى أنا أقصد كل الحيوانات. كل الأسود يعني. كل حيوانات الأسود. The police still haven't caught thief that stole my jewelry. اللي سرق مجوهراتي. في هنا تحديد الشرطة ما مسكتش الحرامي لسه. The. لسه لان في تاكيد الحرامي اللي سرق يبقى انا محدد الحرامي ده. The man who is standing there الراجل واقف هناك ده is my father. My father is an accountant. والدي ده محاسب at a furniture factory في مصنع اساس. اولا كلمه furniture اللي هو الاساس دي ما تاخدش حاجه. يعني بقول لك نادر has much furniture. لا يمتلك اساس كتير في البيت، فرنيتشر اساس البيت، يبقى نو ارتكل لو هي فرنيتشر بس. لكن شوف الخداع هنا ان جايب لك فاكتوري، فرنيتشر فاكتوري يعني مصنع اساس يعني مفرد، يبقى فرنيتشر فاكتوري. I would visit you انا هزورك، دي حالة اف الثانية. I would visit هنا حالة اف الثانية بيجي معاها would زائد الايه المصدر، بعدها هنا ماضي بسيط. بس مش هقول if my car repaired لو عربيتي صلحت.
انا هقولها زورك لو عربيتي صلحت في الجمله دي بس، يبقى if my car was repaired. if food it doesn't go to it doesn't go bad. لو الطعام حفظ، انا عايز اقول الطعام لو حفظ، الصيغه دي صيغه مبني المجهول في الحاله الصفريه. if food in a fridge it doesn't go bad، ما بيفسدش، يبقى is keeping ده مضارع مستمر، الاكل مش هيحفظ. keeps يحفظ برضو. لو الفود حفظ، الجملة دي if we keep food in the fridge، لو احنا حفظنا الطعام في التلاجة مش هيفسد، دي الحالة الصفرية. if food هنبدأ بفود، يبقى if food is kept passive. if you are struggling with motivation، لو انت بتقايف احماع الدافعية بتاعتك، set some goals، حط لنفسك اهداف. انا بقول لك you، يبقى يورسيلف دي مع الضمائر الانعكاسيه، وكل ده وانا وذا، وقلت لك دي حاجات مهمه، والضمائر دي البروناونز وادوات الربط موجوده عندك في فيديو مكتوب عليه جرامر تراكمي، دي باجه خضرة كده كنت شرحه في الحصص السنه اللي فاتت في المراجعه. The guy told the museum was about to close. The guy المرشد told your ده ملكيه، ده told she ده فاعل، told we ده برضه فاعل، هو told us دي برضه ضمير مفعول اهو. He is given a tour. الجملة دي مهمة جدا، ده في الكويستشن تاج وشرحه برضو عندك في الجرامر التراكمي ده. هو أبوستروفي is given a tour round historic places every time he visits Cairo. أنا عايز أقول أليس كذلك؟ قاعدة السؤال المزيل، الجملة مثبتة السؤال منفي. نادر is lazy isn't he، نادر was happy wasn't he، نادر could swim couldn't he، نادر couldn't swim could he. الابوستروفي اس دي بقى قد تكون اختصار از، يا قد تكون اختصار هاز. في بعض الطلبه يشوفوا جيفن يقول لك دي تصريف ثالث، يبقى دي هاز. لو قلت هي هاز جيفن، هو اعطى، اعطى ايه بقى؟ في مفعول، يبقى دي مش هاز. هي از جيفن هو بيعطى، دي صيغه باسف من المضارع البسيط. هي از جيفن ا تور راوند، هو بيعطى جوله حوالين الاماكن السياحيه. هي فيزيتس ان كايرو، يبقى السؤال بتاعها ازنت هي، اليس كذلك؟ لان اللي هنا دي اختصار از وده مبني المجهول. The students were ashamed of. الطلبة كانوا خجلانين من نفسهم ومن درجاتهم وخيبتهم. The students were ashamed of themselves. معروفة. لأن بقول students جامعة يبقى themselves. Don't worry. Don't worry. ما تقلقش. Don't worry. The problem. المشكلة هتحل نفسها أو هتتحل من تلقاء نفسها. The problem دي غير عاقل. يبقى إت فين إت بقى؟ يبقى will solve itself. Could you hand me؟ ممكن تجيب لي بعد إذنك تسلمني. كلمة hand هنا معناها يسلم باليد. Could you hand me لو سمحت scissors المقص ده؟ أولا كلمة scissors ده اسم جمع، وأنا لما بشاور كده يبقى أنا بشاور على حاجة بعيدة، وأنا لازم أنا أفهمك الوضع ده بقى، لأن الحاجات دي حاجات تراكمية وأنت مش فاهمها أصلا، وهتركب اللوم عليا أصلا وتقول أنا مش فاهمها يا مستر. يا ريس عندنا كلمتين يجوا مع الإيه المفرد عشان أشير ليهم، دول بيسموهم الديمونستريتيف الإشارة. This أو that. This لما تشاور على حاجة قدامك. بص كده أجيب لك الموبايل بتاعي. أفلاش انا عايز اخش معاه في حوار هنا. This with that. This is my mobile. This is my mobile. يبقى this هذا للقريب. حاجة قدامك اهو للمفرد. This is my money. دي فلوسي. This is my book. لكن the mobile ده اللي هناك ده يبقى that mobile. لو بعدته عني هناك اهو انا هبعده اهو. اقول لك واقف بعيد كده اقول لك that mobile is mine. الموبايل ده يبقى دي للبعيد، يبقى في بعد هنا. لو هنا قدامك هنا يبقى this. ابعد 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 في المسافة يبقى that. والاثنين يتبعوا باسم مفرد. تعال اجمعهم بقى. These with those. These are my books. الكتب اللي قدامي دي شايف كتب قد كده، انت الكاميرا مش هتجيبها، كتب قد كده مرميه وديكشنري اهو بتاع. ذيس يبقى دي ها جمع قريب قدامك اهو. بوكس زوز بوكس الكتب اللي هناك دول جمع بعيد. زوز بوكس
وفلاش كنا عايزين نديله الموبايل واشاور عليه وبتاع ما جاش، والطاقيه اللي خدها مش عايز يجيبها. كنت اقول له زيس هات وزات هات وزيس هات وزوس هات، بس هو ما جاش او مشغول بره. يا فلاش فلاش كابتن. لا مش كابتن، عايزك تيجي هنا كابتن، احنا عايزين بنمثل في الواجب. ايه يا باشا في ايه من مضايق؟ بص يا باشا ازيك اولا، اهلا وسهلا. انا مش هنضيع بوس. هات يا عم الموبايل بتاعك. تفضل. لما الفلاش الموبايل بتاعه ذيس از ها فلاش ذا موبايل، ده الموبايل بتاع فلاش قدامه اهو، امسكوا بقى بعيد كده. ذات ذات بشاور على حاجه بعيده اهي، يبقى ده ذيس لحاجه قريبه. هقول ذيس اهو، ده ذيس انا وصلت له، همشي بعد باولي بقى ذات، يبقى مفرد يا باشا. ذات مفرد بعيد، لكن ذيس مفرد قريب. قريب. تعال بقى هات الكتب بتاعتي دي كده. الكتب اللي عرفانه دي، امسك الكتب دي. اورايت. ذيس ار ماي بوكس، للقريب اهو. اهو للقريبين اهو، دي كتب. ذيس ار ماي بوكس. لو حاجة قدامك جامعة تبقى ذيس. ذيس. يا فلاش هات لي زوز بوكس اللي عندك على الترابيزة، يبقى ابعده يا باشا، أنا هبعد أنا اهو، يبقى زوز. ده جامع بعيد. أيوه فهمت بقى؟ شفت انت اتعلمت ازاي؟ زيس قريب قريب. ايوه. وزوس؟ زوس جمع بعيد. زيس بقى مفرد قريب. زيس 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 مفرد قريب. وزت مفرد بعيد. مع السلامة. بعيد. قريب. يلا مع السلامة حضرتك. فين الطاقية؟ متى تاني هديه؟ هديه انا ناسي صح. معلش تحت امرك فلاش. انت بعت الكتب ولا طمعان في الكتب؟ يلا اتكل على الله. يلا شكرا شكرا شكرا. جود باي. اظن فهمتوها بقى يعني، خلاص بقى اوصل انا فين بقى. ايوه احنا كنا فين؟ خد بقى سكرينه ولا ظبطها مع نفسك بقى، عشان انا تعبت منك تراكمي، عمالين نشرح في الحصه بنشرح واجب بنحل، وانا زهقت منك بصراحه، والواجب ده مش عايز يخلص. ليه يا جدعان انتوا صابرين على المدرس ده ازاي؟ صفحه كام دي؟ رقم كام؟ يبقى 62 صح. يبقى could you hand me، ممكن تسلمني بقى سيزرز المقصات دي. كونه بيقول سلمني المقصات دي، يبقى هي بعيده، وقلنا سيزرز دي دايما جامع، يبقى زوس بعيده اهي. ذا فلايت اتندنت اسكد ايه تو تيرن هيز فون اوف، يبقى اسكد هيم ضمير مفعول اهو، مش اسكد هيز. هيز بقى ده اما صفه ملكيه يا اما ضمير ملكيه، وهي ابوستروفي اس دي، يا اما هي از يا اما هي هاز، ومش هقول اسكد هي، هي دي ضمير فاعل. Look over there. بص هناك كده. Strange man. الراجل الغريب ده. Is back again. الراجل الغريب ده رجع تاني. يبقى أنا بشاور على واحد بعيد. لسه قالين ما أنا وفلاش. This قريب. That بعيد للإيه؟ للمفرد. يبقى that. لأنه بيقول لك الغريب. بص هناك ياض. يبقى بشاور على واحد بعيد. That. يا رب تكون فهمتها لأنها مهم. Party is so boring. Can we leave? الحفلة دي مملة. يبقى مفرد، واكيد هو فيها قريبه، يبقى this. Please could you tell me the names people over there، ممكن تقول لي اسماء الناس اللي هناك دول؟ بقول اللي هناك دول، يبقى those. يا رب بقى. اذا كان المدرس زهقان من الواجب الطلبه تعمل ايه؟ خش على اللي بعده. Since pollution is the greatest threat now, renewable energy الطاقة المتجددة seems to be the best solution، تبدو أفضل حل to save our environment and secure our future. هنا بقى هقول منذ التلوث أعظم التهديدات بذمتك. سنس دي معناها منذ هنا يا راجل التقلة. سنس دي معناها لأن. سنس دي بتساوي as، بتساوي because، بمعنى لأن. يبقى مش هقول منذ، يبقى منذ التلوث ايه بس؟ انت هتألف حيث ان التلوث اكبر التهديدات حاليا، تبدو الطاقة المتجددة اسوأ الحلول. يا راجل اسوأ ايه؟ اسوأ ايه؟ ده بيقول ذا بيست، تقول لي اسوأ؟ لان التلوث اعظم التهديدات حاليا، تبدو الطاقة المتجددة افضل الحلول، هي دي الاجابة. We owe much. Oh يعني يدين بي. نحن ندين بالكثير to the country، للبلد where we live التي نحيا بها. نحن مدينين لبلدنا. Its soil is dear to us. ترابها أو تربتها غالية علينا. Our eyes كعيوننا. It protects us فيتحمينا من أعداؤنا وتساعدنا أن نحيا حياة أفضل.
بشوف بقى بديلك بيقول لك لسنا مدينين التيل لا نحن مدينون بالكثير للبلد الذي نعيش فيه فترابه عزيز علينا فهو يحمينا من أصدقائنا يحمينا من أصدقائنا إزاي يحمينا من أعدائنا يا عم أعدائنا نحن مدينون بالكثير للبلد الذي نعيش فيه فأرضها عزيزة علينا كأعيننا فهو يحمينا من أعدائنا وسعدنا هي دي يا صديقي طب الأخيرة غلط لي بص كده بيقول لك نحن مدينون بالكثير للقرية قرية مين لابد من تشجيع الناس على القراءة على طريق إنشاء المزيد من المكتبات العامة في كل مكان We should encourage people لازم نشجع الناس to read by setting up بتأسيس more public libraries everywhere أيوة طبعا الإجابة دي طبعا يعني طبعا طب بس تعال نشوف اللي بعدها غلط ليه We should encourage people to read by setting off يعني يبدأ في رحلة لكن يؤسس We should discourage يجب أن نعوق لا طبعا We should encourage people to read by setting up more general لا general يعني عام حاجة عامة أقول لك إيه الجنرال أيديا هنا إيه الفكرة العامة هنا لكن حاجة تخص عامة الشعب يبقى public transport المواصلات العامة التعليم الجيد يزود التلاميذ بمهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات Good education equips students with critical thinking بالتفكير النقدي problem solving and creative skills وهي الإجابة الصحيحة يمر العالم بأسره مش بأسرة بلاش هبل اللغة العربية في عزيمة الله يمر العالم بأسره يعني جميعه بأزمات اقتصادية متلاحقة متتابعة لها أثر كبير على مصر ويتطلب تخطينا لهذه الأزمات التعاون والعمل الجاد من جميع أفراد الشعب يا رب The whole world is going through successive يعني متتالي أو متتابع Economic crisis أزمات اقتصادية that have had a great impact on Egypt Overcoming this crisis requires يتطلب التعاون and hard work from all members of the Egyptian people هي الإجابة الصحيحة تعال بقى نشوف كده الجمل اللي بعدها مثلا يعني أنا بعرف الإجابة مش محتاج أخش على اللي بعده على فكرة بس أنا بقول لك يعني The whole world is going through أولا through the army دي يرمي مش through خلال The world is going through successive economic crises that have had a impact on Egypt overcoming this crisis requires impression بذمتك انطباع impression and hard work from members لا طبعا خش على اللي بعده وهنا بيقول لك بقى have a great impact the world is going through successive economical crisis economical لا طبعا مش economical economical دي قلت لك معناها مقتصد أزمات مقتصدة لا أزمات اقتصادية وقلت لك في كلمات مهمة جدا كنت كاتبها لكم في الحصة بس في ناس ما كانتش معانا أو في ناس ممكن تتفرج على الفيديو قدرا كده ما تعرفهاش فنقولها بقى بالمرة Economize زد دويس Economy Economist Economics economic economical طبعا انت عمال تقول لي ده انجليزي ما بيتذكرش حل اخويا شوف الجمل يلا economize the verb معناه يقتصد ودي noun ودي noun ودي noun ودي adjective ودي adjective economize يقتصد او يوفر قلنا إسا وزيد economy الاقتصاد the Egyptian economy is suffering اقتصادنا الوطني يعاني من التضخم inflation economist عالم اقتصاد economist economics علم الاقتصاد كدراسة وهتدرسه يقول لك علم إدارة المنزل ده تعريفه كده economics الكلمة دي تأخذ فعل مفرد economics رغم أنها منتهى بإس زي physics economic اقتصادي تعاني مصر من مشاكل اقتصادية يعاني العالم مش مصر بس economic problems مشاكل اقتصادية كلمات دي مهمة economical موفر مدبر ملاش علاقة بالاقتصاد انا اشتريت economical car عربية مقتصدة الموتور بتاعها economical good housewife
زوجات الشاطرين الكويسين should be economical, مدبرين موفرين في زمن صعب. فدي كلمات مهمة جدا جدا، يا ريت بعد إذنك تحفظها وتذكرها، مش حل واجب بس، مجرد حل واجب وخلاص. يبقى دي خلصنا منها، خلصنا منها كده، احنا خلصنا واجب اسمه ايه جوينتس. نزل لكم فيديو الواحد، وبعد كده نزل لكم سينيور بقى، لان ده سينيور بقى هبدأ فيه، بس نزل لك جوينتس ده بقى في فيديو الواحد. مع السلامة.